بذاكر التلفزيون او بتفرج عليه بوجهه نظر مختلفه عن يمكن تكون مختلفه عن المتفرج العادي. الميديا اللي بيشتغل على الميديا اتعلم ازاي يعمل ميديا او ازاي يعمل معتقد او يصنع مفهوم بيوصله للناس وبيأثر بيه على الناس، بس بنفس الطريقه اللي اشتغل بيها رجل الدين او اللي فكر بيها الدين في العموم، بغض النظر عن كان ده شيء منزل أو ثابت وإن ده شيء مصنع. اتكلمت عن الدين. الدين فيه جزء ترهيبي، يعني هو لعب على الجزء الترهيبي بس، والاستمتاع استمتاع روحاني شوية. بس الميديا بتلعب على الغريزة أكثر أو على الاحتياجات السيكولوجية أكتر. بس فهو يعني فالتلفزيون عرف يلعب على الحتة السيكولوجية دي بس، وعرف يأثر عليها بنفس الطريقة اللي أثر بيها دي، يعني بغض النظر عن الأهداف. بس وفي حتة توثيق المعتقد اللي كان بيعملها المصور الكلاسيكي. المصور الكلاسيكي كان بيشتغل كان كل شغلته بيشتغل للكنيسة وللحاكم، ما كانش بيشتغل لنفسه بذاته. فالموضوع فيه علاقة ما بين البينتينج والميديا نفسها في فكرة توثيق المعتقد أو تقديسه يعني. Thank you.